يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أليس من واجبنا تجاه الصالحين والأولياء أن نعظمهم ونرفع من قدرهم ونمدحهم؟ لا، هذا من واجبهم، لكن لا نغلو فيهم، لا نعظمهم تعظيما زائدا حتى نرفعهم إلى مقام الدعاء والاستغاثة بهم لا، هذا ليس من حقهم ولا من قدرهم، هذا غلو، فنحن نحبهم بلا غلو ونحترمهم بلا غلو. نعم، نقتدي بهم، نترحم عليهم بدون غلو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن لا ننهى عن احترام الصالحين ومحبتهم، لا ننهى عن ذلك بل نأمر به، لكن ننهى عن الغلو فيهم ودعائهم من دون الله والاستغاثة بهم. نعم.